احنا في حاجه اللي عاصمه اداريه جديده دلوقتي وهتبقى بعيده، واحنا طبعا هنجيب فلوس الاستثمارات دي كلها منين؟ هل هنعرف ندخل استثمار اجنبي؟ يعني دي التساؤلات اللي بتدور في مخ المواطن، خاصه احنا في ظرف اقتصادي صعب، ما زال في ظروف اقليميه بتضغط. فهل مع باستشراف المرحله الاولى كده متوقعين يكون في استثمارات تكمل؟ لان احنا بنتكلم في ساحه ضخمه، يعني احنا ليه بنعمل المدن الجديده؟ عشان نستوعب الزياده السكانيه ونخلق فرص عمل، وفي نفس الوقت نخلق فرص للاستثمار. احنا الوادي والدلتا خلاص لا هم عارفين يستوعبوا الزياده السكانيه ولا هم عارفين يوجدوا فرص للاستثمار، مش عارفين نعمل مصانع ننتج من اي مكان في الوادي والدلتا، لان خلاص الارض خلاص انتهت. فبالتالي المواطن كان بيلجا انه يبني الارض الزراعيه فيخلق منطقه عشوائيه. فعشان كده احنا بنعمل مدن جديده موجوده مخططه على اعلى مستوى، فيها فرصه للسكن لاستيعاب الزياده السكانيه وفيها فرصه للاستثمار. انا هضرب لحضرتك مثال او هدي لحضرتك مثال صغير ياكد ان المكان ده اللي هو العاصمه الاداريه الجديده هيكون مكان لاستيعاب الزياده السكانيه وفي نفس الوقت مكان للاستثمار. احنا الاراضي احنا بنا فتفوته صغيره كده من مساحه العاصمه الاداريه الجديده، شركه العاصمه الاداريه الجديده طرحت حوالي 1000 فدان اتباعهم بما يزيد على 10 مليار جنيه. 1000 فدان من اجمالي 170 الف فدان اتباعهم بما يزيد على 10 مليار جنيه. فده معناه ان في اقبال من المستثمرين، وان الارض دي ان شاء الله هتحقق العائد وزياده في الاستثمار فيها. جزء من الاستثمار ده هيكون استثمار داخلي لما مواطن يقدم على شقه وكده؟ ده استثمار كان داخلي معظمه من شركات مصريه. ما تيجي شركه صينيه كبرى تعرض انها تستثمر في العاصمه الاداريه الجديده باستثمارات حوالي 4 مليار دولار، ودول اللي قابلهم سياده الرئيس منذ ايام، فده دليل برضو ان المشروع مهم، وان الدول حتى الاجنبيه زي الصين اللي والشركات الكبرى دي اللي بيحسبهم حساباتهم 1000 مره قبل ما يضخوا استثمارات في اي مكان اللي هيكون اللي عندهم عائد المكان ده، شايفين ان المكان ده هيدر عليهم عائد هيدر عليهم ربح. فبالتالي لما بنخلص اتفاق معاهم دلوقتي عشان خاطر نعمل المشروع اللي هو هيكون فيه مدينه صناعيه فيه استثمارات ب 4 مليار دولار، فده بيؤكد ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. اما تلاقي حضرتك مدينه زي العلمين الجديده اللي احنا بننفذها دلوقتي، كبرى كبرى شركات الاستثمار عايزه تضخ استثمارات في المدينه ديت، لان المدينه فيها واجهه شاطئيه تقدر بحوالي 14 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط في منطقه ساحره بجوار مدينه مارينا او ساحل مارينا. فاحنا لما بنعمل مدن جديده بنكون عندنا اهداف منها بنحاول نحققها، اولها استيعاب الزياده السكانيه ثم خلق فرص للاستثمار. طب النهارده في جولتنا شفنا كمان يمكن في نفس التوقيت بيتم العمل تقريبا فيما يزيد عن 25 ألف وحده سكنيه. امتى هيطرحوا للناس ويشوفوا يقدروا نموذج على ارض الواقع حي متكامل باللاندسكيب زي ما بيقولوا في لغه المهندسين، بحيث انا عايز اقدم وابدا احجز بقى، وده برده هيعود على 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 الشركه اللي في مزيد من التنميه جوه المدينه. ده الحي الاول السكن اللي حضرتك شفته النهارده وصورت جواه، الشقق اللي حضرتك شفتها اتشطبت تقريبا دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده اللي بتنفذه وزاره الاسكان. الحي ده فيه ما يقرب من 25 ألف ورقه سكنيه. احنا في مراحل دلوقتي انتهاء من تشطيبات عدد كبير جدا من العمارات، ان شاء الله عائدات العام هيكونوا انتهوا بالكامل، واحنا دلوقتي بنجهز كراس الشروط لطرح الوحدات دي. الوحدات دي عشان الناس تبقى عارفه وحدات المستوى الفاخر، تشطيب على اعلى مستوى، ارضيات باركيت، شفنا اتش دي اف النهارده بالظبط، بورسلين في الارض، بورسلين في الارض، فكل حاجه معموله على اعلى مستوى من التشطيب. الوحدات كلها راح امتى بقى؟ الوحدات كلها دلوقتي في مراحل تشطيب زي ما قلت، احنا بنجهز دلوقتي كراس الشروط. الوحدات مساحات مختلفه من 100 متر لحد 182 متر تقريبا. المواطن اللي هيرغب في الحجز احنا هنطرح كراس الشروط، وبعدها يكون في تيسيرات في السداد على عدد من السنوات. الوحدات كلها هيكون بنظام زي ما قلت الدش مركزي، هيكون فيها مستخدم التنسيق الموقع اللي هو اللاندسكيب على اعلى مستوى من التنفيذ. وبنعمل دلوقتي لو حضرتك تابعت كنا بنعمل نموذج عشان ده اللي هنسوق بيه. شفناه النهارده امرتين ثلاثه كده ناخدهم الطريق بتاع اللي جنبهم هيترصف، هنحط الزراعات الشجريه. وزيز كان كمان في مؤتمر الشباب عن الاوبرا اللي هيتم ومجمع الثقافي، وبالتالي هيكون في انفستمنت خلينا نقول برضه في العقول. بالظبط، المخطط اللي معمول للعاصمه الاداريه الجديده هيكون فيها كل الخدمات، سواء الخدمات اللي بيحتاجها المواطن او حتى الانشطه الثقافيه والترفيهيه. يعني الحاجات حاجة دي بدات العمل بيه، عشان بقى عايز تقول لك ايه يا عم انتوا بتبيعوا لنا سمك في ميه ولا لا؟ احنا ما بنبيعش، احنا لغايه دلوقتي ما بدناش حاجه. احنا لغايه دلوقتي ما بدناش حاجه. احنا العاصمه دي لغايه من شهور كان بيقول عليها الفنكوش، الناس كانوا مسميها بعض المغرضين اللي مش عايزين البلد تطلع لقدام كانوا مسمينها الفنكوش. واحنا كنا شغالين، والمواطنين والعمال اللي كانوا في
في الموقع دلوقتي اللي حضرتك شفتهم كانوا بيستاءوا، حتى كنا بننزل نزور يا فندم الناس بيقولوا كذا وكذا، كنا بنقول احنا اشتغلوا الناس لما تشوف الموقع فيه الاف العمال، الاف العمال والاف الواحات السكنيه اللي طلعت دلوقتي الفنكوش اصبح حقيقه. 100 عماره تقريبا احنا عندنا 25000 واحده سكنيه، فاقل من سنه زي حضرتك ما شفت الواحات متشطبه على اعلى مستوى هنطرحها قريب. وعلى فكره من دلوقتي بيجي لنا طلبات من مواطنين عايزين ياخدوا واحات في العاصمه الاداريه الجديده، واحنا كنا في زياره مع الوزير في احد المؤتمرات في دبي في دوله الامارات العربيه المتحده، وقابلنا المصريين في الخارج وكلهم كان المطلب الاول ليهم هتطرحوا امتى شغل العاصمه الاداريه الجديده. فالناس مقبله على السكن زي المستثمرين ما مقبلين على الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده، وده بيؤكد ان وجهه القياده السياسيه واللي هي مبنيه على مخطط عملاه الدوله المصريه بشكل عام اللي هو المخطط القومي الاستراتيجي للتنميه العموميه في مصر كانت وجهه صواب الحمد لله. طب اخيرا ما يتعلق كمان بالاستثمار، احنا عارفين انه في العاصمه هيكون في حي المال والاعمال وهو مبني على طرز او نسق بقى النمور الاسيويه ناطحات الساحات، هو ده بالظبط اللي حضرتك قلته ده اللي كانك قاعد معانا في المخططات ده اللي ده هيبدا امتى ده اللي هيتنفذ بالظبط زي حضرتك ما قلت، وده اللي احنا ان شاء الله خلال ايام تبدا الشركه اللي هتنفذ المشروع ده يكون موجوده في الموقع ان شاء الله، هيكون في مباني اداريه على اعلى مستوى ابراج بارتفاعات شاهقة هتكون موجودة زي حضرتك ما قلت زي في الدول الآسيوية والنمور الآسيوية، زي ما بنشوف كلنا في دبي واحنا بنسافر كلنا دبي بنشوف العاصمة الإدارية الجديدة، بنحاول ان احنا نبدأ مما انتهى في إليه الآخرون ان شاء الله، هتشوفهم حاجة تشرف مصر والمصريين، وزي ما كنا بنقول ان عايزين نرجع القاهرة بقى التاريخية لعهدها القديم كعاصمة ثقافية تراثية أثرية، ونعمل خلخله للزحام اللي كان موجود. احنا خلاص احنا كنا مداخلين ان العربيات مش تقدر تمشي خلاص في الشوارع، فاحنا بنعمل واجهه حضاريه للمستقبل وفي نفس الوقت بنحافظ على الماضي وتاريخنا المتمثل في القاهره. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ، انا اللي بشكرك يا فندم تعبناكم معانا النهارده، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ويمكن ما فيش احسن مما حضرتك ختمت. يمكن احنا مش بس بنبني، لكن احنا بنبني بفكر مختلف بثقافة مختلفة وبوجوه جديدة والشباب في المقدمة، وبالتالي هو ليس بناء لمدينة لكنه بناء لدولة بالكامل. بشكرك مرة أخرى، بشكركم مشاهدينا، يمكن دي كانت جولتنا النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة. كل يوم هتلاقي فيه جديد في العاصمة، لو اللي زارها من شهرين غير اللي هيزورها بعد شهرين غير اللي يزورها بعد أربعة، كل يوم في جديد، واحنا هنحاول قدر الامكان ان احنا نتابع مع حضراتكم اول باول ايه اللي بيتم، عشان دي وعود كمان قطعتها الدوله واحنا بنتابع هذا او هذا الوعد، لانه في الاخر من حق المواطن دائما ان يعلم. بشكركم والى اللقاء.